مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هي كورال سواب؟ ما هي ميزات كورال سواب؟ ما هي كورال سواب؟ كورال سواب هي شبكة دفع مالية لا مركزية تعيد بناء كومة الدفع التقليدية على البلوكشين. تستخدم سلم من العملات المستقرة المربوطة بالعملات الورقية مثبتة خوارزميا من خلال عملتها الاحتياطية لتسهيل المدفوعات القابلة للبرمجة. ما هي ميزات كورال سواب؟ بالنسبة لمنصة التداول اللامركزية كورال، طوال عملية المعاملة تكون الأصول في الحساب اللامركزي الخاص بالمستخدم أو العقد الذكي، والمعاملة النهائية هي أيضا معاملة من نقطة إلى نقطة. لا يؤدي نقل الأصول إلى زيادة المخاطر أثناء العملية في عهدة الطرف الثالث. تتمثل في الوصول بسهولة إلى أحد أكثر الأطر والوحدات المالية ملائمة التي تم بناء نظام كورال سواب البيئي عليها. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.